في أوقات للأسف إن الإنسان بيبقى عنده الوقت مهم جدا، وللأسف إن في أوقات تانية بيبقى الوقت ملوش أي أهمية عند الإنسان، لسبب إن الوقت متقسم بالتساوي. ده الشيء الوحيد اللي متقسم بالتساوي ما بين كل البشر في جميع دول العالم، هو نفس الوقت ما بيتغيرش، بس في إنسان بيستعمله صح وفي إنسان بيستعمله بصورة غلط، وفي إنسان ما بيستعملوش أصلا اللي هو عنده لا مبالاة. لو أنا عايز أعرف أهمية الـ10 سنين أسأل زوجين لسه منفصلين حاليا، لو أنا عايز أعرف أهمية الـ4 سنين أسأل طالب لسه متخرج من الجامعة، لو أنا عايز أعرف أهمية السنة أسأل واحد طالب لسه فاشل في الامتحان بتاع آخر السنة، لو عايز أعرف أهمية الشهر أسأل أم ولدت طفلها في الشهر الثامن مش التاسع، لو عايز أعرف أهمية الأسبوع أسأل محرر في جريدة أسبوعية، لو عايز أعرف أهمية الساعة أسأل واحد عاشق أو عاشقة بينتظروا اللقاء ما بينهم، لو عايز أعرف أهمية الدقيقة فأنا بسأل شخص فاته قطر أو فاتته الطيارة، لو عايز أعرف أهمية الثانية أسأل واحد لسه ناجي من حادث دلوقتي. طب استاذ محمد، يعني حضرتك شرحت لنا برضو كذا طريقه ازاي ممكن ان احنا نوضب يومنا بحيث ان احنا نحاول نخلص فيه اللي احنا عايزين نخلصه، بس انا عايز نقطة عدم استغلال الوقت، هستشهد بآية قرآنية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاء أحدكم الموت قال ربي أرجعوني لعلي أعمل صالح. صالح. فالفكرة إن ببتدي أفكر في الوقت في وقت الأزمة، إنما ما بفكرش في الوقت قبلها. لازم أبتدي أفكر في الوقت من قبلها، ولازم أبتدي أرتب وقتي. عدم ترتيب الوقت وعدم استغلاله بيدمر الحياة تماما، زي ما إن في ثانية واحدة ممكن بيجي الموت، وساعتها في لحظتها ربنا بيديني الإحساس بالندم يا إن أنا ريتني بقى، يا ريتني وتيجي كنت، كلمة يا ريتني. إديني بس ساعة كمان، إديني دقيقة كمان أستغفر لك فيها. هي صفات، هي مش معنى كلمة شخصية هي شخصية، لا، هي صفات معينة موجودة جوه الإنسان نفسه. ممكن إن في واحد بيبقى فيه صفة واحدة، ممكن إن في واحد بيبقى فيه مجموعة كبيرة من الصفات، يعني ممكن واحد بيلاقي عصبي في نفس الوقت عنيد في نفس الوقت رخم في نفس الوقت، يعني بيجمع مجموعة من الصفات، فهي بتتفاوت من واحد للتاني. وفي ناس بيبقى فيه صفات متضادة. وفي ناس بتبقى في عندهم صفات متضادة، بس دي بتبقى شخصيات هي بتبقى قصدها، بمعنى أصح إن هي بتتعامل مع كل واحد بتصطنع بتصطنع بطريقته. شخصية معينة عشان يقدر يوصل للشخص اللي قدامه. أوكي، ندخل شوية في الشخصيات. إزاي أعرف إن الشخصية اللي بتعامل معاها شخصية استغلالية مثلا بتستغلني؟ الشخصية بس هي الاستغلالية الأول بتديني الراحة والطمأنينة ليها، أكيد. بحيث إن أنا أكون مستريح وإن أنا حابب إن أنا أسمع لها. وبتستريح اكتر لما هو بيحكي بقى عن مشكلته الشخصيه الاستغلاليه دي. هو ما بيتكلمش مباشره، هو مجرد بيديلك نقط بسيطه جدا من بعيد جدا، هتلاقوا في نفس الثانيه ان الشخصيه دي بتوجد لك مبررات عكسيه انك لازم ياسمين تقعدي. جوردن، انا اسفه ياسمين. انا ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله ياسمين. اولا ميرسي على البرنامج الحلو ده، واحد. واثنين، انا عايزه ارحب باستاذ محمد فراج. الحقيقه محمد فراج مش بس خبير في العلاقات الانسانيه، لكن هو اعلامي متميز كمان. فكنت عايزه، انا مبسوطه قوي انك الحقيقه جبتوه النهارده. انا بس كنت عايزه اسال محمد فراج سؤال: ازاي الانسان ممكن تكوب مع او تكومنيكيت مع المجتمع اللي احنا فيه بشخصياتنا المختلفه؟ يعني انت ان انا صعب ان انا اغير من نفسي وصعب ان انا اغير من طباعي، بس ممكن ان انا ببتدي اتعامل مع الناس اللي قدامي حسب طبعهم بقدر الامكان بدون ما اغير شيء جوايا. الشخصيه الشكاكه وسيئه الظن دي يعني بتبقى زي درجات. في واحد بيبقى عنده سوء ظن خفيف عادي ممكن يعدي، في واحد بيبقى عنده سوء الظن زياده قوي عن اللزوم، ده بيدخل بقى في مرحله للاسف مرضيه، اللي هو رقم واحد ان هو دايما بيسيء الظن في اي كلمه انت بتقولها. لو انت بتتعامل معاه لازم تكون حذر جدا، لان هو بيحاول يجمع اي ادله ضدك تدينك. تمام. غير كده عمرك ما هتاخد منه حق ولا باطل. تمام. زي ما بنقول دماغه ناشفه جدا، دماغ الشخصيه دي ناشفه جدا، الشخصيه دي ما بتقبلش ابدا انها تكون مرؤوسه، دايما يحب يكون رئيس، دايما يحب ان هو يسيطر على الشيء.
وما بيقبلش الرأي المعارض بالطبيعة بقى من الواضح، ما بيقبلش الرأي المعارض. استحالة يقبل رأي معارض. لو أنت هتتناقش معاه لازم تكون حذر جدا، إنك لو أنت مش واثق من الكلام اللي أنت هتقوله تأكد إن هو هيغلبك. لو أنت عايز إنك تكسبه يبقى لازم تكون جامع له أدلة براهين، تكون واثق جدا في كلامك، ما تحاولش إنك تهاجمه. اتكلم معاه بالعقل بالمنطق بنظام واحد اتنين تلاتة. خلاص كده قاعدة ملاقيش ما تتكلميش دلوقتي اصبري، بعدين المهم ان في اول منازلة اول ما بشوفه برضه بخبط الكلام اللي انا عايزة اخبطه. دي حاجة برضه سخيفة انا عايزة ابطلها، يعني عايزة ابقى سو كول شوية على قد ما اقدر. حاضر. النقطة الأخيرة مش هدور عليكم بقى، دي تخص جوزي. هو نوع من نوع الكتوم جدا، اللي هو مش كتوم يعني صعب قوي تعرفي الراجل ده بيفكر زعلان امتى وبصوت امتى. وبعدين اكتر حاجه ممكن تضايقه في الدنيا انك تقولي له انت مالك، انت عارفه انت كده كانك ايوه فاهمه قصدك تماما. وهو كتوم وهو كتوم وانت عصبيه يعني الكومبينيشن دي موجوده بالظبط على فكره برضو. وبما هي اللي اتصلت يبقى بالتالي هي عايزه تحل المشكله وهي عايزه تتغير، وهي من السهل الشخصيه الكتومه ان انا ابتدي اغيرها. يعني لا وبعدين كمان هو مستفز يعني هو ايوه لسه لعلمك والله انا فاهمه قصدك، لسه كنت هقول استاذ محمد كده. بس يا نوران ميرسي على تليفونك، ميرسي على تليفونك جدا وتابعي معانا. استاذ محمد احنا ردينا، حضرتك رديت متهيألي على العصبيه ورديت على الكتمان. الهدوء مش يعني هو الهدوء مختلف عن الكتمان على فكره. في فرق بين الهدوء والكتمان، في فرق شاسع. هو مش عصبي بس الهادي ممكن يبقى عنادي. يعني الكتوم بيبقى ده دي صفه فيه ان هو ما بيحكيش. الهادي ممكن بيبقى هادي واللي هو سوري في كلمه بيرقد. موضوعنا الاولاني سيكون مع الاستاذ الاعلامي محمد فراج خبير العلاقات الانسانيه. موضوعنا سيكون عن كيف تصبح الفتاه او السيده سيده او فتاه متميزه. في مراحل كتير جدا، لانها بتبتدي من اول ما هي لسه بتتعرف على شخص جديد وهيبتدوا ان هم يرتبطوا عشان زواج، وفي بعض العلاقات اللي هي دخلت في زواج فعليا. فكل مرحله بيبقى لها اسلوب معين ازاي تضمن انها تتميز الاول في النقطه دي، لان تميزها في علاقتها ده برضو هيرجع عليها انها تتميز في حاجات تانية كتير. لو احنا هناخد المرحله الاولى اللي هي بدايه التعارف ما بين واحد وواحده، ازاي انها تضمن انها تفهم الشخص اللي قدامها من اول مقابله، ايه الحاجات المفروض تعملها، ايه الحاجات المفروض انها ما تعملهاش. في نفس الوقت لما بيجوا قاعدين في مكان عام طبعا هي اللي بتقعد في البدايه. لما تيجي تقعد تحاول تقعد بحيث ان هي يكون ظهرها للناس وتخليه هو اللي وشه ناحيه الناس، ما هو الناس قدامه. هل هو هيبقى من النوع اللي هيبقى كل تركيزه معاها ولا عينه رايحه جايه مع اي هو حد. هنا ما اكيد اختبارات معينه هي المفروض أيوة. انها بتعملها عشان تقدر توصل في نهايه المقابله هل ده الشخص المناسب ليها ولا لا. القلق درجات. في قلق طبيعي جدا وفي قلق للاسف بيكون مرضي وبيكون مدمر. لما لو انت حسيتي ان في اكتر من 5 تصرفات في اليوم، ما انت بقى محتاجه تركزي مع نفسك اكتر. لو انت ابتديتي تقلقي انك قلقانه وعايزه تكتشفي درجه قلق، درجه قلق كده احسبي هل بيمر عليكي في اليوم اكتر من 5 مواقف ممكن بيعرضوكي للقلق. لو هنا يبقى هنا ابتدي اعملي ستوب، لان هنا محتاجه اشوف ايه الحكايه بقى. تشوفي ايه الحكايه وازاي تقدري